اهلا وسهلا، كيف حالكم؟ ان شاء الله تكونوا طيبين. طبعا اليوم عندنا سبت، فحاليا بسوي غدا ان شاء الله، وحاليا منتظر احمد يجي ان شاء الله. بنسوي هنا غدا، حسوي مكرونه بالتونه. اليومين ما نزلت فلوج لانه بدات الدراسه، واول كم يوم فلسه الواحد حايس، ما عارف فين يروح، ما عارف اي كلاس المفروض يروح له، ف صعب اني كنت اصور في البدايه. فحاليا بسوي انا خلطه، خلي اتكبس ان شاء الله ما يتكب. اوه، فهذه الخلطه هي بصل، ثوم، وبقدونس. اوكي، زي ما انتم شايفين في الفيديو في شويه كذا نقاط سود او نقاط سود، نقاط بيضاء على وجهي، على الفلينه من حواليني، حتى في الفيديوهات الباقيه. ليش؟ بسبب انه الاي او اس كان بكاميرا جدا عالي، كان اعلى شيء الاي او اس. اللي ما يعرف الاي او اس، الاي او اس هو خاصية في الكاميرا تزيد من الإضاءة. زي ما تشوفين حاليا انتو الاي او اس 2000، فتقريبا ما في نقاط او شيء. طبعا شيء كويس انه ايش يديني اضاءة افضل، بس انه عيبه في انه نقاط في بعض الكاميرات، كل ما يزيد الاي او اس ما يأثر اساسا في دقة الفيديو. فهذا بس يعني خطأ بسيط في الكاميرا كان. شوفوا، يا بقدونس يا كزبرة، واحدة فيهم، اوكي؟ بس انه واحدة من هذه الثنتين. إذا عندك اثنين هذه حط الاثنين دي مع بعض عادي، ما حيفرق إن شاء الله. وطبعا حاط على جنب، طبعا هنا أخي، هذا الشيء جدا عجيب. ثوم، طبعا أنا إنسان جدا أعشق الثوم. فطبعا هو يعني كويس صحي للجسم. الأكل نار. طبعا لسه ما خلصنا، باقي يمكن حوالي 3 دقائق، 5 دقائق. وطبعا اللي ورا اللي قاعد يصور احمد سليمي، هذه يده طلع فهو المسؤول الحين عن التصوير. اوكي، بعد ما خلصت الغداء طبعا جالس افكر السحور بكره، اليوم عندنا سبت وبكره الاحد يوم عرفه، فلازم نصوم. ما ادري صراحه ايش حسوي من السحور. اوكي، الفجر حيكون بكره الساعه 5، والمغرب الساعة 7:30. 7:30 المغرب، 14 ساعة صيام بكرة. والله طبعا اليوم المفروض اني كنت اروح الجيم واتحرك وسوي شوية رياضة، بس للأسف انه امس لعبنا كورة، في واحد من الشباب الله يهديه يصلحه كسرني، يعني مو كسرني، يعني خش كذا علي. والصراحة الحين ركبتي تؤلمني، فما يعني اقدر احركها، لكن يعني هذه الركبة بس ما اقدر ادفع، ما اقدر اخلي رجل مستقيمة كذا، تلقوها مايلة. فالحمد لله بس تمشي عادي كويس. يومين 3 أيام بالكثير وتخف ان شاء الله. طبعا الكاميرا هذه ما اتوقع اني ادخلها معي، مو ادخل الجامعة، ما حدخلها معي الكلاسات، او ممكن احاول اصور لكم ان شاء الله بالجوال، لانه صراحة الكاميرا كذا كبيرة، وف يعني تطلعها اساسا من الشنطة كذا وتصور الدكتور نفسه ما ينفع، ممكن يجي يوقفني يسألني ايش هذا، ممكن ما اعرف، المهم انه ممكن ما اصور. بس جاء الاوبر الحين ان شاء الله بنروح السوبر ماركت. الجو كويس مش مره حار، بس شويه مرطب. تلي كبده تعجل، دجاج، طبعا لحم، واخذت رز بسمتي. طبعا هذا اول مره اخذه، شكله كذا هندي او باكستاني حاجه زي كذا. طبعا جالسه تمطر مطر مره خفيف، انا قاعد انتظر التاكسي. الله، يوم الاثنين حيكون ان شاء الله عيد الاضحى، ف كويس. طبعا هذا ثاني عيد اضحى لي هنا، اكون حنشوف فين حصل لي صلاه العيد صراحه، من عارف فين، وما راح اقدر اروح لتورنتو عشان اصلي صلاه العيد، لانه بياخذ مني جدا مشوار طويل. ابى اروح ساعه وارجع ساعه، ولسه في نفس اليوم طبعا عندي كلاس، ما هو اجازه. الولد دائما يسوي كبده، ف بتعلم منه الخلطه والخلطه السريه ونسويها ان شاء الله. اول شيء نسويه لازم نغسل اللحم. اوكي، بعد ما شلت الجلد من اللحم وكل شيء، الحين لازم يتغسل عشان نشيل فيه دم، اذا في اي حاجه لازم يكون نظيف تماما.
اوكي طبعا حاليا حاط اللحم هنا يستوي قدامه حاليا ساعة ان شاء الله او ساعة ونص خليه. في هذا الوقت راح اسوي ادت لذا الفلوج عشان اليوم نرفع على طول ان شاء الله، يجيكم فلوج بدل ما اتأخر لبكرة ولسه اروح الجامعة عشان ارفع وفي مشوار، فارفع في نفس اليوم احط على اليوتيوب انام اصحى بكرة ان شاء الله يكون رفع. اوكي بعد ما خلصنا السحور هذا اللحم ونسمي الحين ان شاء الله. اوكي طبعا الحمد لله خلاص سحرت، حاليا الساعة 1:56 بس اعدد لذا الفلوج اكمل وخلاص باقي له النهاية ويرفع ان شاء الله اليوم نفس الوقت هرفع. اوكي هنا عبد الله المالكي علق في اظن اخر فلوج لي كاتب مرضاح فينك ما نزلت يومين. الحين راح ينزل الفلوج ف على طول حتشوفوا ان شاء الله، احتمال لسه كم ساعه ما ينزل ما عارف صراحه. اوكي مشكورين على مشاهده الفلوجات صراحه ما قصروا، هذه نهايه الفلوج نشوفكم ان شاء الله بكره الله يعين على الصيام، ومن هنا هذاك الوقت نقول لكم في رعايه الرحمن سلام.